بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر متابعتكم قناة وكالة الغيمة. هذه طبعا مشاركة مميزة بالنسبة إلينا، أولا دمج الثقافة في الحكومتين الليبيتين ليبيا. نجحنا ان احنا نجمع كل اتحاد دوائر النشر في ليبيا في مكان في مساحه واحده. انتاجات ثقافه، يعني 300 مخطوط تم انتاج هذه العمل الثقافه، ومشاركه مميزه ببرامج برامج ثقافيه من مؤسسات، من امسيات شعريه، ندوات ثقافيه، معارض رسوم، فرق شعبيه، جناح يعني مميز بمركز الماتورات الشعبيه من سبها مشاركه. يعني نعتبر هذا انتصار او مصالحه وتسامح، حتى في اول مؤسسه نعتبرها ان ثاني مؤسسه بعد وزاره الداخليه اللي هي تم دمجها بالمنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه، وتوحيد الراي والادباء والكتاب، وهذا كله من دعم الادباء والكتاب والفنانين الينا في دمج هذه المؤسسه. المعروضة في الجناح الليبي كتب متنوعة في التاريخ، في الأدب، في النقد، في الجغرافيا، في كافة أنواع المعرفة. السنة هذه فيها كتب جديدة، إصدارات جديدة كبيرة تميز بها جناحنا هنا في ليبيا إن شاء الله، لكتاب وأدباء ليبيين. قامت بطباعتها الهيئة العامة مؤخرا، وتضم وشرفني أن نقول أن في مجموعة حتصير حفل توقيع لكتابهم، باعتبار أن مجموعة مع بعض أصدرت يعني لكتاب وأدباء وفنانين في مختلف مجالات الثقافة بشكل عام، يعني من مختلف أدباء من مختلف مناطق ومدن ليبيا. لا يمكن أن يكون